نروح لفقره الصور كتر مدهك مع حضرتك. هبتديها باول صوره مصطفى محمد. يعني تقول له ايه يعني فروت كويس وقرار قرارك انت شايفه اللي في مصلحتك سواء بالقعاد او سواء بالرحيل. لكن اتمنى لك التوفيق لان انت من الفراوده كويسه جدا. طيب الصوره اللي بعدها فرجاني ساسي يا كابتن. برضه نفس الطريقه لعيب مهم جدا ولعيب كويس جدا وبقائه في نادي الزمالك بيدي دفعه للعيبه وبيدي قوه للعيبه. فلوس ولا يستنى بقى بالنسبه له نادي الزمالك زي ما هو بيقول الاثنين في نادي الزمالك الاثنين لعيب محترف وبيدور على الفلوس. طيب سيرينو يعني انا شايف ان موسيماني مركز عليه بشكل كبير جدا ومصمم على التعاقد معاه. اتمنى ان هو طب بامانه هو ولا والتر بولي؟ لا يمكن انا اتفرجت على عليه في سان داونز من لعيبه كويسه جدا هو. هم الاثنين هيفيدوا النادي الاهلي بشكل ايا منهم متواجد متواجد هيفيد النادي الاهلي. مواصفات قصدي انا قصدي المواصفات ما انت عاوز محتاجة. انت عايز لعيب يعني بقول لك مواصفات. انا كمحمود ابو دبله لما تيجي تتكلم اقول لك انا عايز حد جوه الصندوق يخلص او يفنش الهجمه بتاعت النادي الاهلي. احنا دايما النادي الاهلي بيلعب على الجون بيلعب على الثلاثه بونت. لو عند اول النادي الاهلي بيدور على اللعيب اللي يخلص له الماتشات. تمام. طيب الصوره اللي بعدها محمد شريف كابتن. انا قلت لك ده مستقبل كبير جدا في مصر منتخب مصر النادي الاهلي من لعيبه كويسه جدا اجابه على الجون لعيب ملتزم لعيب راجل في الملعب واتمنى له التوفيق الفتره الجايه ان شاء الله. طيب الصوره بعدها بدر بنون. لعيب كويس عنده ثقه لسه هينسجم كمان يا فاروق مع اللعيبه مع النادي الاهلي. فكره التكمله والتهديف ممكن تلاقيها منه اتمناها باللي انت بتشوف يعني طريقه لعبه دي بطريقه اللعب. لا احنا كان على ايامنا كنا بنلعب بثلاثة خمسة اتنين. دلوقتي انت ملتزم ان انت في لعيبه بتاديها بشكل ملتزم. لكن المفروض يزيد لان انت ما تخافش. انا عندي سردباكات زي ايمن اشرف يزيد عندك بدر بنون بيزيد لان انت عندك اتنين ديفندرين بيستنوا عندك اذا كان حمدي فتحي او السوليه او يانج فباللعيبه دي بتستنى. فانا بقول لك ما تخافش اطلع. تمام. طيب موسيماني يا عم مدرب كويس يعني شخصيته عجباني جدا وعمل طفره في النادي الاهلي بعد كورونا. النادي الاهلي كان زمان في اللعيبه ما بتضغطش دلوقتي بقى بتضغط واللعيبه بتلعب على الكره الثانيه فدي عنده الضغط بيلعب بريس على الفرق فدي عجباني جدا. طيب الصوره بعدها كابتن طلعت يوسف. هل بتشوفوا ان هو اخذ قرار صحيح بابتعاده عن النادي الاسماعيلي؟ يعني انا من وجهه نظري ان هو ممكن يكون انا بص انا اتعاملت مع كابتن بغض النظر طبعا السبب لا ايه انا اتعاملت معاه كمدير فني في في في, في بلديه المحله في اخر فترات يعني من المدربين اللي شخصيتهم قويه اكيد هو شاف حاجه ما عجبتهوش ففضل انه يرحل. لكن سيبك من اسريه ومش عارف احنا اسكندريه واسماعيليه ساعه فروق مش بعيده لا مش بعيده يعني الطريق من اسماعيليه والله ما رضيتش اقولها للاستاذ علاء لا معلش خلينا يعني بس اقول ما احنا عايزين نطلع مبررات الناس تصدقها او الناس تقول لك انها في مصداقيه في الكلام. لكن هو يعني كابتن طلعت لو جاله عقد دلوقتي ان هو يمرن في القاهره مش هيجي الكابتن طلعت يوسف مسك المقصه في الفيوم من المدربين الكويسه المديرين الفنيين الكويسين. لكن خلي بالك الكابتن من معرفتي ليه الشخصيه ان عنده اسبابه ممكن ما ارتاحش او ممكن شاف ان في حاجه غلط. خلي بالك الاسماعيلي بيعاني بشكل كبير جدا. طيب الصورة الأخيرة كابتن كابتن أحمد مجاهد رئيس أتمنى له التوفيق من الشخصيات المحترمة جدا أتمنى له التوفيق في الفترة الجاية الحمل ثقيل عليه بشكل كبير. أنا قرار الانتخابات والقرارات دي مهمة في الوقت هو يعني أداه وقدود طبعا لا هو عنده خبرة صحيح.